السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب جميعا تكونوا بخير ان شاء الله. انا اللي هبدأ اشرح معاكم الاناتومي اوف ذا ابر لمب. زي ما انتم عارفين ان الاناتومي في هذا المديول عبارة عن ابر لمب او طرف علوي، ولور لمب او الطرف السفلي. ان شاء الله انا اللي هشرح معاكم الابر لمب. اما بالنسبة للور لمب فصديقي العزيز دكتور عبد الله هو اللي هيشرح معاكم اللور لمب. تعالوا بقى نبدأ نخش في الشرح بتاعنا في الأبر ليمب. الأبر ليمب هندرس في ايه؟ هندرس في البونز اللي موجودة في الأبر ليمب، اللي هي العظام اللي موجودة في الأبر ليمب. بعد كده في العضلات اللي بتبقى ماسكة في العظام ديت، اللي هي المسلز اللي بتأتاتش بهذه البونز. وطبعا طالما في مسلز وفي بونز اكيد هيبقى في عندنا جوينتس، اللي هي المفاصل اللي بتبدأ بين كل بون والتانية. في بيبقى في مجموعة من الجوينتس. وطبعا طالما في عندي ماسلز وبونز وجوينتس هياخدوا الكهرباء بتاعتهم منين، واللي هو الصرف بتاعهم اللي هي الدم اللي رايح لهم، الاكسجين والكلام ده كله هياخدوه منين؟ هياخدوه اكيد هيكون عندي في مجموعة من النيرفس، الاعصاب والارتريز والفين اللي هي الشرايين والاوردة. ده كده اللي هنشرحه خلال دراستنا للابر ليمب. ان شاء الله انا هبدا معاكم بالبونز. البونز عندنا حابب اقول لكم قبل ما ابدا في شرح البون ان البون هي الجزء العملي، يعني هي جزء عملي اكتر ما هي نظري، ولكن انا حابب ابدا بيها في شرح النظري هنا في عشان نفهم بعد كده المسلز. يعني انا لما اجي اتكلم عن المسلز لو انا مش شارح بون كويس هتواجه صعوبة كبيرة جدا وانا بشرح المسلز. فان شاء الله هنشرح مع بعض البون الاول، هنبدأ بيها وان شاء الله هتاخد مننا محاضرتين، اللي هي محاضرة النهاردة والمحاضرة بتاعة بكرة. ولكن قبل ما اشرح البونز حابب اتعرف على اجزاء الابر ليمب. مما يتكون الابر ليمب؟ الابر ليمب عندنا بيتكون من 4 اجزاء او 4 بارتس. تعالوا قبل ما اتكلم عن البارتس بتاعه الابر ليمب، ايه اجزاء الابر ليمب، تعالوا ناخد صوره كده بمنظر الشكل المجسم ده، نشوف الفينز والارتريز والماسلز والبونز وكل حاجه موجوده في الابر ليمب قبل ما نبدا كده في شرح الابر ليمب كامل بشيء من التفصيل. اول حاجه ده كده عندنا السكيلتون، ده كده البونز بتاعه الابر ليمب، اللي هي العظام بتاعه الابر ليمب موجوده عندها. بعد كده العظام ديت بتاتاتش مع بعض، بيبقى فيها مجموعه من الاربطه اللي هي الليجامنتس، وده عندنا الشرايين الارتريز اللي هي باللون الاحمر ده، وادي الفينز اللي هي باللون الازرق، وعندنا كمان النيرفس اللي هي الكهرباء بتاعت الابر ليمب اللي هي الاعصاب، وكمان الماسلز، ادي الماسلز بتاعتنا كده. تقريبا ده كل اللي احنا هنشرحه على مدار دراستنا للابر ليمب اناتومي. تعالوا بقى نشوف البارتس اجزاء الابر ليمب، وانا بتكلم على كل جزء في الابر ليمب هقول ايه البونز اللي بتشارك في تكوين هذا الجزء. اول جزء عندنا من الابر ليمب اللي هو منطقه الشولدر. منطقه الشولدر عندنا بتتكون من 2 بونز، واحده اماميه اللي احنا بنسميها الكلافيكل زي ما انتم شايفين اللي انا عملت لها سيليكشن ديت، واحدة خلفية اللي احنا بنسميها السكابيولا. يبقى عندنا واحدة أمامية وواحدة خلفية. الأمامي اللي هي السكابيولا اللي هي الكلافيكل، لو حابب تشوف الاسم تابع من هنا، ده كده الكلافيكل. الكلافيكل هي الأمامية، وكلمة أمامي في الأناتومي اسمها أنتيريور، يبقى اللي موجودة في الأنتيريور أسبكت عندنا هي الكلافيكل، واللي موجودة في البوستيريور أسبكت هي السكابيولا. يبقى الاتنين دول هما اللي بيكونوا لي منطقة الشولدر. الاتنين دول بيبدأوا يتمفصلوا مع بعض عن طريق جوينت. هذا الجوينت بيبدأ يعمل في مفصل هنا بيبدأ عند النهاية ديت. النهاية ديت من الكلافيكل بنسميها اللاترال اند. ليه هي اللاترال اند؟ عشان هي النهاية بتاعت الكلافيكل الخارجية. طالما خارجي بعيد عن الميدل لاين بنسميه لاترال، فديت النهاية الخارجية من الكلافيكل بنسميها اللاترال اند. بتبدأ تتمفصل مع جزء كده من الاسكابولا هنعرفه بعدين لما نيجي نخش في شرح الاسكابولا، اسمه الاكروميون بروسيس، اللي هو الجزء اللي انا حاطط عليه السهم ده. الاثنين دول مع بعض بيبداوا يعملوا مفصل، اسمه ايه المفصل ده؟ اسمه الاكروميو كلافيكولار جوينت. هذا الاكروميو كلافيكولار جوينت لما بيوصل الكلافيكل بالاسكابولا بيبدا يعمل لي ما يدعى بالشولدر جيردل. يبقى ما هو الشولدر جيردل؟ اللي هو حزام الكتف. حزام الكتف ده ببساطه
شفت حاجه كده عامله زي الحزام، اللي هو اللي هم التو بونز الاماميين، اللي هو الكلافيك اليمين والشمال مع الاسكابولا اليمين والشمال، بيبداوا يلفوا مع بعض كده ويعملوا لي ما يدعى بالشولدر جلد. ده كده الشولدر جلد اللي انا بلف عليه بالسهم. يبقى الشولدر جلد ده بيتعمل من كام بون؟ بيتعمل ميلي من تو بونز، واحده اماميه او انتيريور بنسميها الكلافيكل، واحده بوستيريور بنسميها الاسكابولا. بيحصل ازاي؟ من خلال تمفصل الكلافيكل مع الاسكابولا فيما يدعى بالاكروميو كلافيكولار اي جوينت. يبقى دي كده منطقه ايه؟ الشولدر. تيجي بقى نخش على تاني منطقه عندنا في الابر ليمب، اللي هي منطقه الارم. منطقه الارم دي بتتكون من وان بون، من اول هنا كده لحد هنا، دي كده بنسميها منطقه الارم، بتتكون من وان بون بنسميها الهيومرس. يبقى اللي انا عملت لها سيليكشن ديت هي الهيومرس اللي بتكون لي، اللي بتخش في تكوين الارم. بعد كده نخش على ثالث منطقه عندنا، اللي هي منطقه الفور ارم. منطقه الفور ارم بتمتد من اول هنا كده، من اول الكوع لحد رزغ اليد. هذه المنطقه بتحتوي على تو بونز، واحده بالداخل على الميديال سايد، واحده بره على اللاترال سايد. يبقى واحده ميديال وواحده لاترال. اللي ميديال فيهم بنسميها النا، واللاترال بنسميها ريديوس. طب ازاي؟ طب انا كده يا دكتور انا كده تهت بينهم، هل كده هفتكرها في الامتحان الميديال من اللاترال؟ مين فيهم ميديال ومين فيهم لاترال؟ طب انا رحت فين؟ ما تقلقش، بسيطه خالص ان شاء الله. الريديوس هي اللي بره، الريديوس اولها حرف الار، تمام؟ فهي اللي بره، بره في قلبها حرف الراء. ما عجبتنيش يا دكتور. طب في واحدة تانية، الريديوس هي برضو اللي بره في قلبيها حرف الار، هي اللي بتبقى لاترال، لاترال برضو في قلبيها حرف الار. يبقى دي ما تتنسيش خالص. يبقى الريديوس هي اللي لاترال. ليه لاترال؟ عشان الار مع الار طبعا. يبقى كده الريديوس هي اللي بره والالنا هي اللي ميديال. ده كده تالت جزء عندنا من الابر ليمب. اخر جزء عندنا اللي هي منطقة الهاند، منطقة الايد ديت. منطقة الهاند دي بتتكون من ثلاث أجزاء. الجزء ده اللي بيحتوي على مجموعة من العظام الصغيرة ديت اللي احنا بنسميها الكاربال بونز، بيبقى عبارة عن 8 بونز، بيبقوا في شكل صفين، صف فوق كده أبر رو ولور رو. كل صف بيتكون من أربع عظام بنسميهم الكاربال بونز. المنطقة ديت من الأبر ليمب بنسميها منطقة الريست. يبقى منطقة الريست ديت بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على 8 كاربال بونز ان تو رو، ابر رو ولور رو. بعد كده نخش على تاني منطقه من الهاند، اللي هي منطقه البالم او بطن الايد من الداخل. منطقه البالم دي بتحتوي على مجموعه من العظام بنسميهم الميتا كاربال بونز، ودول بيكون عددهم 5. بنعدهم من اللاترال للميديال، يبقى العد بتاعهم، يبقى دي كده الفيرست ميتاكاربال، ده كده السكند ميتاكاربال، دي كده الثيرد ميتاكاربال، الفورس متقاربل، الفيفس متقاربل ايه بون. بتيجي بتعدهم من ناحيه اللاترال او من عند الصوبع الكبير اللي هو الصنب. يبقى الصنب ده بيبقى ناحيه اللاترال. لو انا حطيت الجثه بتاعتي في الاناتوميكال بوزيشن هلاقي الصباع الكبير هو اللي لاترال، ببدا اعد من عنده الميتقاربل بونز، ساعتها ببدا اقول انا في الفور ولا الفيفس ولا ايه بالظبط. بعد كده نخش على اخر منطقه من الهاند، اللي هي منطقه الصوابع او الفينجرز. انا طبعا عندي 5 فينجرز، 5 صوابع، كل صباع فيه تلات عقل، يعني تلات عظام. كل عظمه فيهم بنسميها فالينكس، كل عظمه فيهم بنسميها فالينكس، اكسبت الصنب او الصباع الكبير اللي هو اللارج فينجر، ده بيحتوي على 2 فالينكس بس، بيحتوي على عقلتين بس. عشان كده عندي 14 عظمه في الفايف فينجرز. يبقى عندي في الخمس صوابع بتوعي في 14 عظمه، ليه هم 14 مش 15؟ عشان عندنا الصنب في قلبيه 2 فينجرز. يبقى احنا كده اتكلمنا بشكل جنرال على البونز بتاعت الابر ليمب، الريجونز والبونز بتاعه الابر ليمب. تعالوا برضو نراجعهم تاني ولكن على الاذر سايد. عندنا اول حاجه منطقه الشولدر، ومنطقه الشولدر بتحتوي على تو بونز، واحده انتيريور بنسميها الكلافيكل، واحده بوستيريور بنسميها الاسكابيولا. الاثنين بيتمفصلوا مع بعض عن طريق اللاترال اند بتاعه الكلافيكل مع الاكروميوم بروسيس بتاعه الاسكابولا في جوينت اسمه ايه؟ اسمه الاكروميو كلافيكولار جوينت. بيعملوا لي ما يدعى بالشولدر جيردل او حزام الكتف. هذا حزام الكتف بيتكون من تو بونز، واحده اماميه زي ما احنا قلنا كلافيكل، واحده خلفيه اللي هي او واحده بوستيرو اللي احنا بنسميها الاسكابولا. نخش على تاني منطقه عندنا من مناطق الابر ليمب،
اللي هي منطقة الأرم. احنا قلنا منطقة الأرم دي بتتكون من وان بون اللي هي الهيومرس، بعد كده نخش على ثالث منطقة عندنا اللي هي الفور أرم، وقلنا بتتكون من تو بونز، واحدة ميديال اللي احنا بنسميها الألنا، واحدة ريديوس اللي احنا واحدة لاترال اللي احنا بنسميها الريديوس. وعرفنا ازاي منتوهش بينهم، قلنا الريديوس اللي أولها حرف الآر هي اللي بتبقى لاترال اللي هي بتبقى بره برضو ال ر أو حرف الآر، تدل إن هي ريديوس اللي أولها حرف إيه الآر. بعد كده دخلنا على منطقة الهاند، وقلنا إن منطقة الهاند عندنا بتبقى عبارة عن 3 بارتس اللي هي منطقة الريست، دي بتحتوي على الكاربال بونز اللي هم 8 كاربال بونز ان 2 رو، ابر رو ولور رو. وبعد كده اتكلمنا على اللي هم تاني منطقة موجودة في الهاند اللي هي منطقة البالم، ودي بتحتوي على 5 بون اسمهم الميتا كاربال بونز، ودول بنعدهم من اللاترال للميديال او من الصمب اللي هو اللارج فينجر توارد الميديال سايد كده، اللي هي الفيرست ميتاكاربال ثم السكند ميتاكاربال بون والثيرد والفورث والفيفث ميتاكاربال بون. بعد كده جينا على الاصابع او الفينجرز، عندنا 5 فينجرز، كل فينجر بيحتوي على 3 فالينكس اكسبت اللي هو الصمب او اللارج فينجر بيحتوي على 2 فالينكس بس، يبقى اذا كده عندنا 14 عظمه موجودين في الفايف فينجرز بتوعنا. كده خلصنا، عرفنا البارتس بتاعت الابر ليمب، وعرفنا كمان كل بارت بيحتوي على انهي بون. تعالوا بقى هنبدا نمسك اول بون عندنا اللي هي الكلافيكل، وهنبدا نتكلم عليها بالتفصيل. عاوزين بقى نحط جنرال رول نمشي عليها في اي بون هتكلم. لما اجي اتكلم في اي بون هتكلم في التسع نقاط الاتيه غالبا، يعني هتكلم في 9 دول. اول حاجه الاناتوميكال سايت، مكان البون ديت فين، مكانها فين بالنسبه للجسم بتاعي او بالنسبه للابر ليمب. تاني حاجه عندنا اللي هو نوع البون ديت، التايب اوف ذا بون، هل هي مثلا لونج بون عظمه طوليه، ولا زي الهيومرس مثلا اللي موجوده في منطقه الارم، ولا هل هي فلات بون يعني عظمه مفلطحه زي مثلا الاسكابولا اللي هي موجوده في البوستير اسبكت بتاعه الشولدر ريجون، ولا ايه بالظبط. بعد كده تالت نقطه هنتكلم عليها اللي هي منطقه اللي هي الارتكيوليشن. يعني ايه ارتكيوليشن؟ يعني هل العظمه بتاعتي دي بتشارك في عامل جوينت معين، وايه هو اسم الجوينت ده. يبقى المطلوب لما اقول اتكلم على الارتكيوليشن محتاج اعرف اسم الجوينت بتاعي ونوع الجوينت بتاعي، يبقى الاسم والتايب بتاع الجوينت. رابع حاجة عندنا وأهم حاجة عندنا في البون اللي أنا هتكلم عليها في أي بون أنا هتكلم عليه، هي الجنرال فيتشرز بتاعة البون. إيه هي الجنرال فيتشرز؟ يعني إيه هي المعالم العامة للعظمة اللي أنا هذاكرها مثلا أو اللي أنا هشرحها، المفروض إيه الحاجات اللي بتميز العظمة دي من غيرها، دي بنسميها الجنرال فيتشرز. بعد كده خامس نقطة عندنا اللي هي الليجامنتس، إيه هي الليجامنتس أو الأربطة اللي بتبدأ تمسك في البون بتاعتي. احنا طبعا لو انا جبت اسم ليجامنت، لو لقيت فيه ليجامنتس ماسكه في البوم بتاعتي محتاج اعرف اسم الليجامنت ده وبيمسك فين بالظبط في العظمه بتاعتي، وايه هو الوظيفه بتاعه هذا الليجامنت. في الغالب وظيفه الليجامنتس او الاربطه بتعمل فيكسيشن للبوم، بتثبت العظمه بتاعتي في المكان بتاعها. سادس نقطه ودي برضو من النقاط المهمه جدا عندي، اللي هي هاو تو ديترماين السايد بتاع البوم. يعني دلوقتي احنا عندنا طرف علوي يمين وشمال، ازاي بقى اعرف ان العظمه بتاعتي مثلا واحد اداك الكلافيكل، ازاي اعرف ان الكلافيكل ديت هي رايت ولا ليفت، دوت اللي احنا هنعرفه برضو مع بعض في الايتم رقم 6 ده. بعد كده الايتم رقم 7 عندنا اللي هو الماسكولار اتاتشمنت، ايه هي الماسلز اللي بتمسك في البون بتاعتي، وديت هنأجلها، اكتب كده جنبها مؤجله الى ان يتم شرح الماسلز. ما تبصش في الماسكولار اتاتشمنت خالص، لو انت بتذاكر من اي كتاب ما تبصش في الماسكولار اتاتشمنت الى ان يتم شرح الماسلز. لما نشرح الماسلز كويس جدا هتيجي ترجع للماسكولار اتاتشمنت هتلاقيها تافهه وما فيهاش اي مشكله. اخر نقطتين بقى عندنا اللي هي ايه وظيفه البون بتاعتي ديت، الفانكشن بتاعه البون ديت، يعني اللي ربنا حطها في المكان ده بالظبط ليه، دي الفانكشن. بعد كده الابلايد اناتومي، ايه هي الابلايد اناتومي؟ الكلينيكال امبورتنس، الاهميه الاكلينيكيه للدكتور وهو واقف وهو مثلا في العياده بتاعته، او هو مثلا واقف ماسك شيفت في الاستقبال بتاع المستشفى ولا حاجه، ايه الاهميه الاكلينيكيه من دراسه الاناتومي بتاعه البون ديت. اكيد طبعا هيكون لها اهميه، احنا مش هندرس كده وخلاص، يعني مش هندرس الكلام ده كله مش بيقرفونا يعني بيه خلاص، لا له اهميه اكلينيكيه طبعا، دي اللي احنا بنسميها الابلايد اناتومي. تعالوا بقى نخش مع بعض اللي هو نبدا باول بون عندنا اللي هي الكلافيكل.
تعالوا بقى نبدأ الرحلة بتاعتنا مع الكلافيكل. الكلافيكل أول حاجة زي ما احنا عرفنا هنتكلم الأيتمز بتاعتنا، هنبدأ بالأناتوميكال سايد. الكلافيكل هي موجودة فين؟ زي ما انت شايف كده في المجسم بتاع السكيلتون بتاع البادي، هي موجودة. لو انا قلت لك ان دي منطقة الرقبة أو منطقة النك، الرقبة اسمها نك، فهي بتبقى موجودة في الأرضية بتاعة النك أو بتاعة الرقبة. الأرضية بنسميها الروت أوف ذا نك. يبقى هي إيه موجودة فين؟ آت ذا روت أوف ذا نك. بتبقى قاعدة بشكل عرضي، بتبقى قاعدة بالعرض زي ما أنتم شايفين كده، مش بالطول، هي قاعدة بالعرض. فبتبقى هي يبقى قاعدة ترانزفيرس. يبقى لو جينا نقول الأناتوميكال سايت، يبقى هي لايت ترانزفيرسالي آت ذا روت أوف ذا نك. ممكن واحد تاني بقى يقول لي لا، ده احنا انت قلت لي قبل كده ان في اللي هي العظمه الاماميه من الشولدر جيردل او حزام الكتف. ماشي، اتس نوت بروبلم، مش دي النقط اللي احنا هنقف عليها. يبقى ممكن يقول لك الاناتوميكال سايت، ممكن تقول له ترانسفيرس ات ذا بيز اوف ذا نيك او ات ذا روت اوف ذا نيك. ممكن تقول تاني هي موجوده على الانتيرور اسبكت اوف ذا شولدر جيردل. الاثنين عادي والاثنين ينفعوا. تاني ايتم عندنا هنتكلم فيه اللي هي نوع العظمه بتاعتي ديت، نوع البون ديت، التايب اوف ذا بون. لو انت شفتها كده هتحس ان هي شبه اللونج بون، ولكن هي مش تيبيكال لونج بون، هي نون تيبيكال لونج بون. يبقى التايب بتاعها هي نون تيبيكال لونج بون. ليه هي نون تيبيكال لونج بون؟ عشان اول حاجه ما عندهاش ميدالري كافيتي. هو ايه الميدالري كافيتي ده؟ ده كان عباره عن التجويف اللي بيبقى موجود فيه البون مارو او نخاع العظم. نخاع العظم مش موجود في، ما فيهاش ده، ما عندهاش مدار الكافيتي، يبقى ما عندهاش بون مارو. يبقى ديت اول حاجه بتخليها نون تيبيكال لونج بون. احنا عارفين ان اللونج بون بيبقى في قلبيها مدار الكافيتي بيحتوي على البون مارو او نخاع العظم. تاني نقطه بيخليها نون تيبيكال لونج بون ان هي بتتكون اثناء ما كنت جنين، بتتكون بنوع من الاوسيفيكيشن اسمه الممبرينس اوسيفيكيشن. كلمه اوسيفيكيشن معناها بون فورميشن، يعني دوت اللي هو التكوين بتاع طريقه تكوين البون. ممبرينس اوسيفيكيشن هي بتتكون من الممبرينس اوسيفيكيشن. اما اللونج بون العاديه خالص بتتكون من نوع من الاوسيفيكيشن اسمه كارتيليجينس اوسيفيكيشن. يبقى عشان كده اسمها نون تيبيكال. تالت حاجه اللونج بون اللي احنا متعودين عليها مثلا زي الهيومرس اللي موجوده في منطقه الارم، بتبقى موجوده بشكل لونجيتيودنال كده طوليه، اما ديت قاعده بالعرض معانا ترانسفيرس، عشان كده بنسميها نون تيبيكال. يبقى ليه هي نوعها نون تيبيكال لونج بون؟ عشان ثلاث حاجات: نو ميدالري كافيتي، تاني نقطه عندنا بتديفلوب بالممبرينس اوسيفيكيشن، بتتكون عن طريق الممبرينس اوسيفيكيشن، ثالث نقطه اللي هي بتلاي ترانسفيرس. بتلاي ترانسفيرس يعني بتبقى ايه قاعده كده ترانسفيرس. كده اتكلمنا عن التايب بتاعها. تعالوا بقى نتكلم على الارتكيوليشن بتاع الكلافيكل. الكلافيكل عندنا لو جينا نبص عليها، تعالوا نبص على البون التانية ديت، عندها تو اندس، نهايتين، نهاية ميديال ونهاية لاترال. نهاية بالداخل داخلية فبنسميها الميديال اند، ونهاية خارجية فبنسميها اللاترال اي اند. احنا قلنا ارتكوليشن يعني ايه؟ يعني التمفصل، يعني هي بتشارك في عمل تكوين مفاصل؟ لا، ايوه هي بتشارك في عمل تو جوينتس او مفصلين. في مفصل عند الميديال اند، الميديال اند دي بتبدأ تمسك مع الجزء ده من العظمه ديت. العظمه دي بنسميها الاسترنم. الجزء اللي فوق من الاسترنم بنسميه المانوبريم استرناي. ده كده المانوبريم استرناي. هذا الجزء من عظمه الاسترنم بيبدا يمسك مع الميديال اند. الميديال اند ممكن نسميها اسم تاني، بنسميها سترنال اند. ليه سميناها سترنال اند؟ عشان هي بتبدا تتمفصل مع الاسترنم. يبقى اللاترال اند، الميديال اند ديت بتبدا تتمفصل مع المانوبريم استرناي of the sternum في جوينت اسمه ايه؟ اكيد هيكون اسمه سترنو كلافيكولار جوينت. يبقى انت اول مفصل عندنا اسمه ايه؟ سترنو كلافيكولار جوينت. ده بيكون بين ايه وبين ايه؟ بيكون بين الميديال اند بتاعه الكلافيكل مع الابر بارت بتاع الاسترنم اللي احنا بنسميه المانوبريم. تاني جوينت عندنا اللي هو الجوينت اللي بين اللاترال اند وبين الاكروميوم بروسيس. لو انا قلت لك دي كده عظمه الاسكابولا، الجزء ده من عظمة الاسكابولا بنسميه الاكروميون بروسيس. هذا الاكروميون بروسيس يبدأ يعمل مفصل ويتمفصل مع اللاترال اند بتاعة الكلافيكل في جوينت اسمه ايه؟ اسمه اكروميو كلافيكولار جوينت. يبقى الجوينت ده اسمه ايه؟ اكروميو كلافيكولار جوينت. بين ايه وبين ايه؟ بين الاكروميوم بروسيس بتاعه الاسكابولا وبين اللاترال اند بتاعه الكلافيكل. اللاترال اند ممكن نسميها اسم تاني، بنسميها عشان هي بتتمفصل مع الاكروميوم بروسيس فبنسميها الاكروميال اند.
يبقى احنا كده خلصنا اول 3 ايتم عندنا. تعالوا نراجعهم تاني. اول حاجة عندنا الاناتوميكال سايت. الاناتوميكال سايت فين؟ هي موجودة فين؟ دي كده النك بتاعتنا، وادي دي كده الارضية او الروت بتاع النك، يبقى هي ات ذا روت اوف ذا نك، بتكون لاي ترانزفيرس، بتبقى موجودة بشكل ترانزفيرس، شكل عرض كده. او ممكن تكون، ممكن نقول حاجة تانية اللي هي موجودة في الانتيريور اسبكت اوف ذا شولدر جيردل. يبقى ده كده الاناتوميكال سايت. نوعها ايه؟ قلنا هي نون تيبيكال لونج بون. ليه هي نون تيبيكال لونج بون؟ عشان ما عندهاش ميدالاري كافيتي، نو ميدالاري كافيتي. تاني نقطة اللي هي بتديفلوب باي ميمبرينس اوسيفيكيشن. تالت نقطة بتبقى موجودة بشكل ترانزفيرس كده، يبقى هي لاي ترانزفيرس، يبقى ده كده النوع بتاعنا. تالت حاجة اللي هو الارتكوليشن بتاعة الكلافيكل، قلنا بتارتكوليت مع الاسترنم في ستيرنو كلافيكولار جوينت، وبتارتكوليت مع الاسكابيولا عن طريق الجزء ده من الاسكابيولا اللي احنا بنسميه الاكروميون بروسيس، في جوينت اسمه اكروميو كلافيكولار جوينت. كده خلصنا الثري ايتم. نخش بقى على الجنرال فيتشرز بتاعة الكلافيكل. في الجنرال فيتشرز بتاعت الكلافيكل، عاوزك تتذكر رقم 2، نمبر 2. اول حاجة الصورة ديت بتوضح، دي كده انا جايب الكلافيكل ولكن باصص عليها من فوق، وكده جايب الكلافيكل وباصص عليها من تحت. تعالوا عشان تبقى واضحة اكتر، ادي كده الكلافيكل بتاعتي وبصيت عليها من فوق كده، فدتني اللي هو الشكل ده. ده كده انا باصص عليها من فوق. بعد كده الكلافيكل بتاعتي جبتها وبدأت أبص عليها من تحت، يعني أنا بصيت عليها، بدأت أبص عليها كده من تحت من هنا كده، وده كده اللي هو lower view. احنا قلنا نتذكر رقم 2 في الجنرال فيتشر بتاعت الكلافيكل. أول حاجة عندها نهايتين، نهاية ماسكة في الاسترنم بنسميها الميديال اند اللي أنا عامل عليها السهم ديت، ونهاية تانية ماسكة في الأكروميوم بروسيس فبنسميها اللاترال اند. يبقى نهاية داخلية ميديال اند، ونهاية خارجية لاترال اند. الميديال اند لها اسم تاني، يعني مثلا زي ما واحد اسمه أحمد وبيدلعوه بيقولوا له حمادة، فديت اسمها الميديال اند وبيدلعوها بيقولوا لها، عشان هي بتروح تعمل جوينت مع الاسترنم فبيسموها سترنال اند. وهنا اللاترال اند اللي هي الاند أو النهاية الخارجية، عشان هي بتمسك مع الاكروميوم بروسيس بتاع الاسكابيولا فبيسموها اكروميال اند. يبقى دول كده التو اند. يبقى اول حاجه نمبر 2 نتذكره كويس جدا، عندنا تو اندز، عندنا ميديال اند وعندنا لاترال اند، او ديت بنسميها سترنال ودي بنسميها اكروميال ايه اند. الميديال اند شكلها عامل ازاي؟ شكلها بتبقى كبيره لارج وراوند، يبقى انت لو هتحس كده اللي هي راوند. اما اللاترال اند هنا بتبقى فلات، بتبقى فلات يعني مبططه كده، وبتبقى فلات مبططه. يبقى دوت الفرق بين، ازاي اعرف الميديال اند من اللاترال اند؟ الميديال اند هتيجي تبص عليها كده لما تيجي تمسك عظمه، هتيجي تبص عليها هتحس ان هي راوندد ولارج وكبيره شويه، اما اللاترال اند هتبقى هتحس ان هي مبططه فلات. بعد كده لما اجي ابص على الكلافيكل من فوق هنلاقي في سيرفس فوق وفي سيرفس تحت، دي كده بص عليها من تحت. عندنا السيرفس اللي فوق بنسميه، طالما فوق، فوق في الاناتومي معناها سوبيريور، يبقى ده بنسميه السوبيريور سيرفس، وده كده اللي هو تحت ده بنسميه الانفيريور اي سيرفس. يبقى عندها تو سيرفس، يبقى سوبيريور سيرفس وانفيريور سيرفس. السوبيريور سيرفس ايه اللي بيميز السوبيريور سيرفس؟ اللي هو بيكون سموث يعني ناعم كده، يبقى السوبيريور الاس مع الاس سموث، السوبيريور سموث. ليه بيكون سموث؟ عشان ده اللي انت بتحسه تحت الجلد. يعني انت دلوقتي لو انت جيت عند منطقه الشولدر ريجون وبدات تشوف العظمه بتاعتك، هتحس ان في عظمه كده موجوده اماميه اللي هي ديت، دي بتحسها خالص. البوردر او السيرفس اللي انت بتحسه ده هو اللي احنا بنسميه السوبيريور ايه سيرفيس. واما الانفيرو سيرفيس ما بيتحسش، فهو اللي هو بيكون رف. يبقى الانفيرو سيرفيس بيكون رف. هنيجي بقى نبص على الانفيرو سيرفيس، هنلاقي فيه كذا حاجه عاوزين نعرفهم. هنيجي عند اول حاجه اللاترال وان ثيرد من الانفيرو سيرفيس. الانفيرو سيرفيس ادي ده كده كامل كده الانفيرو سيرفيس. عندنا الجزء ده من الانفيرو سيرفيس اللي هو اللاترال وان ثيرد اللي هو التلت الخارجي. اما الجزء ده من اول هنا كده لحد هنا، ده بنسميه الميديال تو ثيرد اللي هم التلتين الداخليين من الانفيرو سيرفيس بتاعنا، او السطح اللي هو اللي تحت يعني. هنيجي بقى عند اللاترال وان ثيرد بتاع الانفيرو سيرفيس، هنلاقي عندنا
في البوردر اللي ورا. يبقى عندنا دلوقتي لو انا مسكت الكلافيكل ده كده من قدام، دي كده الكلافيكل الاماميه، وكده الكلافيكل من الخلف. يعني ايه بوردر؟ يعني الحافه بتاعه الكلافيكل. هنيجي نبص على البوستيريو بوردر ات لاترال وان ثيرد اوف ذا كلافيكل، هنلاقي فيه نتوء كده، كلمه نتوء او حاجه بارزه كده في اليفيشن. الاليفيشن ده بنسميه كونويد، بنسميه تيوبريكل، بنسميه اي اليفيشن في بون، بس اليفيشن صغير بنسميه تيوبريكل. ده كده اليفيشن ولكن صغير، يعني مش باين قوي، عشان كده بنسميه تيوبريكل. كلمه تيوبريكل تسمعها في الاناتومي، اي اليفيشن صغير، يبقى تكتب كده ايه، سمول اليفيشن ات ذا بون، بنسميه كونويد تيوبريكل. يبقى هذا الاليفيشن بنسميه كونويد تيوبريكل. موجود مكانه فين؟ الجنكشن بتوين، اللي هو الاتصال بين الميديال تو ثيرد اوف ذا انفيرو سيرفيس مع اللاترال وان ثيرد بتاعه الانفيرو اي سيرفيس ات ذا بوستيريور بوردر. بعد كده من الكونيتوبريكل ده، من الكونيتوبريكل ده وانا رايح على اللاترال اند، انا رايح على اللاترال اند، وانا رايح كده هلاقي فيه خط كده، ادي الخط ده كده اللي هو هنا كده، خط رف، رف لاين، رف لاين بنسميه ترابيزويد ريدج او ترابيزويد لاين. افتكر كويس جدا هذا الكونيتوبريكل، وافتكر كويس جدا هذا الترابيزويد ريدج او ترابيزويد لاين، عشان هحتاجهم وانا بتكلم على الليجمنتس. بعد كده هنيجي نبص على اللي هو عند الميديال اند، دي كده الميديال اند، انا كده ده كله انا ببص في الانفيرو سيرفيس، ده كده الميديال اند بتاعتنا. عند الميديال اند حاجه كده في امبريجن قريب من الميديال اند. امبريجن يعني ايه امبريجن؟ يعني ديبريسد امبريجن، يعني نظام كده واحد طبع على البون وخلاها ديبريسد شويه، يعني في حفره صغيره جدا خالص كده موجوده، الحفره الصغيره دي بنسميها امبريجن. الامبريجن ده ليه برضو هيبقى مهم جدا لما اجي برضو اتكلم على ليجامنت اسمه كوستو كلافيكولار اي ليجامنت. يبقى هذا الامبريجن عشان يمسك فيه ليجامنت معين اسمه الكوستو كلافيكولار ليجامنت، برضو ما ينساش هذا الامبريجن اللي بيكون قريب من الميديال اند. بعد كده وانا ببص في الانفيرو سيرفيس هلاقي في التلت اللي في النص اللي هو الانترميديات وان ثيرد، هلاقي في جروف. يعني ايه جروف؟ يعني حفره كده، حفره ولكن مش واطيه قوي، حفره شالو جروف. هذا الجروف بنسميه جروف او سبكليفيوس جروف او جروف تو سبكليفيوس. هذا السبكليفيوس جروف من اسمه كده عشان اللي اسمه سبكليفيوس جروف عشان بيمسك فيه عظمه، بيمسك فيه قصده مصل، عضله بتكون تحت عظمه الكلافيكل، فبنسميها سبكليفيوس. كلمه سب يعني تحت، كليفيوس يعني الكلافيكل، يبقى سبكليفيوس مصل بتروح تاتاتش بهذا السبكليفيوس اي جروف. وهذا السبكليفيوس جروف بيكون في قلبيه نظام فتحه صغيره كده جدا بنسميها فورامنت، بس هي مش موجوده في الرسمه دي، فبنسميها نيوترانت فورامنت. ليه الفورامنت دي موجوده؟ عشان يبدا يخش الشريان اللي هيغذي لي عظمه الكلافيكل. يبقى كده اتكلمنا عن الانفيرو سيرفيس. نرجع تاني الكلام ده، الانفيرو سيرفيس هنبدا نمسكه، هنبدا نقسم الانفيرو سيرفيس بتاعنا كده لتلت خارجي لاترال وان ثيرد اللي هو من اول هنا كده لحد هنا، وتلت وتلتين داخلي اللي هما الميديال تو ثيرد. تمام، ات ذا جانكشن بتوين الميديال تو ثيرد واللاترال تو ثيرد عند البوستير بوردر، ده كده البوستير بوردر. الجانكشن بتوين الميديال تو ثيرد واللاترال وان ثيرد البوستير بوردر في تيوبريكل. يعني ايه تيوبريكل؟ يعني سمول ليفيشن، بنسميه كونويد تيوبريكل. يبقى الكونويد تيوبريكل ده اللي هو at the junction between the medial two third and lateral one third at posterior border of the inferior surface. بعد كده هنيجي عند اللاترال اند، هنيجي عند اللاترال اند بتاعتنا ديت، وهنبدأ نشوف، هنلاقي في لاين هنا كده بيكون رف لاين بنسميه ترابيزويد ريدج او ترابيزويد اي لاين. يبقى كده اتكلمنا عن الكونيتوبريكل واتكلمنا عن الترابيزويد اي لاين او الترابيزويد ريدج. الاثنين دول مهمين جدا عشان بيبدا يمسك فيهم ليجامنت معين هنتكلم عليه لما نتكلم على الليجامنتس. بعد كده هنيجي عند الميديال اند، دي كده الميديال اند اللي احنا كنا بنقول عليها، عرفنا ازاي اللي هي الميديال اند عشان هي لارج اند راوندد. هنيجي جنب بجوار الميديال اند على الانفيرو سيرفيس هنلاقي فيه امبريجن بسيط كده، ده كده الامبريجن بتاعنا. اللي هو يعني ايه امبريجن؟ يعني ايه ديبريشن كده او حفره صغيره جدا خالص بنسميها امبريجن. هذا الامبريجن بيمسك فيه ليجامنت مهم جدا، هذا الامبريجن موجود ليه؟ عشان يبدا يمسك فيه ليجامنت اسمه كوستو كلافيكولار ليجامنت. بالمناسبه الليجامنتس او الاربطه مش هتعرف تمسك غير في حاجه خشنه، عشان كده الانفيرو سيرفيس بيكون هو اللي ايه الرف الخشن عشان يبدا يمسك فيه ليجامنت. انا قلت هنا
الامبريشن ده اللي هو اللي عند الميديال اند بيمسك فيه ليجامنتس اسمه كوستو كولابيكولار ليجامنت، وهنبدا نعرفه كمان شويه. وقلت لك تذكر الكونيتوبريكل، وقلت لك تذكر الترابزويد ريدج عشان برضه يبدا يمسك في قلبيهم ليجامنت، ودول برضه بالمناسبه بيكونوا رف. وعندنا في الانترميديات وان ثيرد اللي هو في التلت اللي في النص دي كده الانفيرور سيرفيس، التلت اللي في النص عندنا اللي ده كده التلت اللي في النص من الانفيرور سيرفيس بيكون في جروف، الجروف دي كده اللي هي اللي هو اللي في النص ده كده اسمه جروف ايه؟ اسمه سبكليفياس جروف. ليه؟ عشان بيروح يمسك فيه عضله اسمها السبكليفياس ماسل. في هذا الجروف بيكون في فتحه صغيره جدا مش موجوده هنا في الرسمه، الفتحه دي بنسميها فورامن. اي كلمه فورامن في الاناتومي معناها فتحه، يبقى دي فتحه صغيره جدا بنسميها فورامن، بنسميها نيوترنت فورامن. ليه نيوترنت فورامن؟ عشان هيبدا يخش الارتري اللي بيغذي عظمه الكلافيكل عندي. يبقى كده خلصنا الانفيرو سيرفيس، يبقى احنا كده اتكلمنا عن التو اندس بتاعه الكلافيكل، واتكلمنا عن التو سيرفيس. فاضل عندنا التو بارتس. التو بارتس احنا لما نيجي بقى نشوف الكلافيكل بتاعتي هتلاقي ايه في قلبها كيرفيتشر كده اللي هي منحنيات وبتاعه كده، فهنبدا نقسمها لتلتين وتلت. هنبدا نقسمها لتلتين ميديال اللي هم ميديال تو سيرد، وتلت لاترال، تلتين لجوه وتلت لبره. التلتين الميديال بيكونوا كونفكس انتيريور. يعني ايه كونفكس؟ يعني لما ببص عليها من قدام كده هلاقيها محدبه من الامام، اما لما اجي ابص على اللاترال وان ثيرد هلاقيها محدبه من الخلف. يبقى ديت ايه؟ كون اللاترال وان ثيرد بيكون كونفكس بوستيرولي. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا على التو بوردرز. فاضل لنا بقى اللي هم التو بوردرز. ايه التو بوردر ده؟ يعني ده كده الحافه الاماميه، بوردر يعني حافه، ودي كده الحافه الخلفيه. ده كده الانتيريور بوردر، ده كده البوستيريور بوردر. قلت لك بالمناسبه البوستيريور بوردر من الانفيرور سيرفيس اهو، ده كده الانفيرور سيرفيس. البوستيريور بوردر از جنكشن بتوين الميديال تو ثيرد واللاترال وان ثيرد بيكون في حاجه اسمها الكونيتوبريكل. ادي الكونيتوبريكل، لو انت ملاحظ هنا في اليفيشن بسيط خالص از جنكشن بتوين الميديال تو ثيرد واللاترال وان ثيرد اوف ذا كلافيكل. كده خلصنا الجنرال فيتشرز بتاعه الكلافيكل بتلخص في نمبر 2. has two ends, has two surface, has two parts, has two borders. تعالوا بقى نتكلم على الليجامنتس او الاربطه اللي بتبدا تاتاتش بالكلافيكل بتاعتنا. الكلافيكل بيمسك فيها ثلاثه ليجامنتس. اول ليجامنت عندنا بنسميه الكوراكو كلافيكولار ليجامنت، ولكن قبل ما نتعرف يعني بيمسك فين، بيمسك بين ايه وايه بالظبط، تعالوا دي كده اللي هي اللي انا عملت لها سيليكشن ديت اللي هي عظمه الاسكابولا. هنبدا نشوف فيها حاجه، دي كده الاسكابولا بتاعتنا، دي كده من الامام اللي هو من الامام، وادي كده البوردر اللي فوق. عند البوردر اللي فوق في الحته اللي طالعه ديت بنسميها اي اليفيشن، بس اليفيشن ده اليفيشن كبير بنسميه بروسيس. دي بنسميها بقى ايه؟ بنسميها الكوراكوي بروسيس. افتكروا دي كويس، هذه الكوراكوي بروسيس نفتكرها كويس جدا عشان ديت دي اللي احنا هنبدا الليجامنت بتاعنا اللي احنا بنسميه الكوراكو كلافيكولار ليجامنت هيبدا ياتاتش بيها. خلاص عرفنا دي كده اللي هي الكوراكويد بروسيس. الليجامنت بتاعنا بقى اللي احنا بنسميه كوراكو كلافيكولار ليجامنت ده بيكون له تو بورشن او جزئين. جزء منه الجزئين دول بيبقوا ماسكين في الكوراكوي بروسيس بتاعه الاسكابولا، ولكن بيبقوا ماسكين على مكانين مختلفين من الكلافيكل. اول جزء او المكان عندنا اللي هو بيبقى ماسك عند المكان ده كده، ده كده لو انا ببص من تحت ده كده انفيرو سيرفيس at the junction between the lateral two third and the medial one third على ال posterior border بتاع ال lower surface كان في small elevation كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه conoid tubercle، كنا بنسميه conoid tubercle. بيبدأ يمسك فيه هذا الليجامنت اللي هو ده اول بورشن عندنا، ده يبقى ده كده الكوراكو كلافيكولار ليجامنت، ده الجزء الاول من هذا الليجامنت اللي احنا بنسميه الكونويد ايه بورشن، ده اللي هو اللي احنا بنسميه الكونويد بورشن. طب فين الجزء الثاني عندنا؟ الجزء الثاني عندنا بيبدا يمسك برضو من الكوراكوي بروسيس عندنا، ولكن بيبدا يمسك في اللاين اللي احنا كنا برضو موجود على اللور سيرفيس اوف لاترال وان ثيرد اللي هو كان بين الكونويد تيوبريكل
اللي هو رايح باتجاه اللاترال اند، كان في ريدج كده او راف لاين كده كان موجود في الانفيرو سيرفيس، كنا بنسميه ترابيزويد لاين. ده بقى بيبدا يمسك من الكوراكويد بروسيس لحد الترابيزويد لاين، يبقى ده البورشن الثاني من الكوراكو كلافيكولار ليجمنت. يبقى ده كده الكوراكو كلافيكولار ليجمنت ده البورشن الثاني اللي احنا بنسميه الترابيزويد ايه بورشن. يبقى كده اول ليجمنت عندنا، وده اصعب ليجمنت فيهم اصلا، اللي احنا بنسميه الكوراكو كلافيكولار ايه ليجمنت. هذا الكوراكو كلافيكولار ليجمنت بيكون له جزئين، الجزئين موجودين ماسكين في الكوراكوي بروسيس بتاعه الاسكابولا، ولكن اول جزء عندنا بيبقى ماسك في الترابيزويد لاين بتاع الكلافيكل فبنسميه الترابيزويد بورشن، تاني جزء بيبقى ماسك في الكونويد تيوبريكل فبنسميه الكونويد ايه بورشن. تاني ليجامنت عندنا بيبدأ يمسك من الانفيريور سيرفيس، برضو من الانفيريور. فاكرين الامبريجن اللي انا كنت بقول الامبريجن اللي موجود على الانفيريور سيرفيس ات ذا ميديال اند بتاعه الكلافيك اللي انا كنت بقول عليه، ده مسؤول عن الاتاتشمنت بتاع ليجامنت اسمه كوستو كلافيكولار ليجامنت. ايوه هو ده بقى، هو دوت اللي احنا الليجامنت اللي احنا هنتكلم عليه. الليجامنت ده بيبدا يمسك من هذا الامبريجن اللي كان موجود على الانفيرو سيرفيس ات ذا ميديال اند، وليكن ده كده احنا هنرسمه من هنا كده، ده كده بس تخيل ان ده الانفيرو سيرفيس. يبقى احنا كده هنرسم ده كده اللي هو الامبريجن، مسأنا بدانا نجيب الليجامنت يمسك من هنا. هيبدا يمسك فين بقى؟ هيبدا يمسك يروح لاول ريب، ده كده الفيرست ريب عندنا. اي ريب عندنا او اي ضلع عندنا بيتكون من جزئين، الجزء اللي اتاتشد بالعظمه ديت اللي هي عظمه الاسترنم بنسميه بيبقى غضروف، فبنسميه الكارتليجينس بارت، اللي هو مثلا الجزء اللي انا عملت عليه باللون الاحمر ده. كلمه كارتليج في اللاتيني بنسميها كوندرو. اما والجزء الثاني بقى اللي هو بعيد عن الاسترنم بنسميه البوني بارت، والبوني بارت من الرب بنسميه كوستو. يبقى عندنا اي ريب عندنا بيتكون من تو بارتس، عندنا كارتليجينس بارتس اللي احنا بنسميه كوندرو، وعندنا البوني بارت اللي احنا بنسميه كوستو. ده بقى هيمسك الليجمنت بتاعنا ده هيبدا يمسك فين؟ هيبدا وليكن هنا دي كده الجانكشن بتوين الكوندرو كوستو، يبقى اللي هو ايه الكوستو كوندرال جانكشن. ده بقى هيبدا الليجمنت بتاعنا هيبدا يمسك في هذا الجانكشن، يبقى الجانكشن بتوين الكارتليجينس بارت والبوني بارت بتاع الفيرست ريب، ده الليجمنت بتاعنا هيبدا يمسك فيه كده زي ما انتم شايفين، ده اللي احنا بنسميه الكوستو كلافيكولار ليجمنت. ليه اتسمى كده؟ عشان بيبدا يمسك بالكوستو، كلمه كوستو دي معناها الريبس، بيبدا يمسك في الريبس في الريب اللي هو الفيرست ريب عندنا مع الكلافيكل، الريب مع الكلافيكل هيبدأ يمسكوا في بعض، هيبدأ يأتاتش فيهم ليجامنت، فأكيد هنسميه كوستو كلافيكولار ايه ليجامنت. يبقى الليجامنت ده بين ايه وبين ايه؟ بين الامبريجن اللي موجود في الانفيرو سيرفيس بتاع الميديال اند اللي بجوار الميديال اند بتاع الكلافيكل، وبين الجانكشن بتوين الجانكشن بتوين الكوندرو كوستال ايه جانكشن عندنا في الفيرست ريب. يبقى ده كده اللي هو السكند ليجامنت عندنا موجود في الكلافيكل. تالت ليجامنت عندنا بيبدا يوصل التو كلافيكل ببعض، بيبدا يوصل التو كلافيكل ببعض. فكلمه اي حاجه ان بتوين في الاناتومي بنسميها انتر، يبقى ده هنسمي اسم الليجامنت ده ايه؟ هنسميه انتر كلافيكولار ليجامنت. يبقى ده هنسميه الانتر ايه كلافيكولار ايه ليجامنت، وده الليجامنت الوحيد اللي في الابر ليمب اللي بيوصل عظمه رايت بعظمه ليفت بليفت، يبقى ده بيوسط الرايت فينتريكل بالليفت فينتريكل، ده الليجامنت الوحيد في الابر ليمب. يبقى انا قلت لك هات لي ليجامنت واحد بيقول اللي هو المسؤول عن الاولي كونكشن بتوين البونز اوف ذا رايت اند ليفت سايد اوف ذا ابر ليمب، هتقول لي هو الانتر كلافيكولار ايه ليجامنت. كده خلصنا الليجامنت بتاعه الكلافيكل. تعالوا بقى نخش على الايتم اللي بعد كده اللي هو ازاي اعرف ان الكلافيك اللي معايا ديت رايت ولا ليفت، هاو تو ديترماين ذا سايد اوف ذا كلافيكل. عشان اعرف السايد هل هي رايت ولا ليفت لازم اعرف ثلاث حاجات من الجنرال ايه فيتشرز، 3 ايتمز اوف جنرال فيتشرز. لو انا عرفت اي ثلاث حاجات من الجنرال فيتشرز اقدر ساعتها اعرف العظمه اللي معايا ديت رايت ولا ليفت. اول حاجه هنبص على الاندس، لو لقيت الاند بتاعتي راوند لارج اند راوند يبقى ده كده الميديال اند، واللاترال هنلاقيها فلات، يبقى كده عرفت الميديال اند، عرفت الميديال من اللاترال. بعد كده هبص على السيرفيسز، السوبيريو سيرفيس ما فيهوش اي حاجه بيكون سموث، اما الانفيرو سيرفيس بيكون رف
اما الانفيرو سيرفيس بيكون رف ليه؟ بيكون رف عشان عليه الامبريجن بتاع الكوستو كلافيكولار ليجمنت، وعليه الجروف بتاع السب كليفياس ماسل، وعليه كمان الكونيت توبريكل والترابيزويد لاين، فمليان حاجات كتيره جدا، فبيكون رف. يبقى ده كده عرفت فوق من تحت، يبقى انا كده عرفت اسمه ده الميديال من اللاترال، وعرفت فوق من تحت، فاضل لي اعرف الكيرفيتشر بتاع البون بتاعتي. يعني ايه الكيرفيتشر؟ يعني انا قلت عندنا لما اجي ابص على العظمه بتاعتي هلاقي الميديال تو سيرد عندي بيكونوا كونفكس انتيرولي، يبقى بيكونوا كونفكس كده، اما اللاترال وان سيرد بيكونوا كونفكس ايه بوستيرولي. لما اعرف الثلاث حاجات دول كده انا هعرف احدد البون بتاعتي. تعالوا ناخد اكزامبل عمليه على الكلام ده. دي كده بون عندنا اهيت، عاوزين نعرف هي رايت ولا ليفت. هنبدا نطبق الرولز بتاعتنا. اول حاجه فين الميديال اند وفين اللاترال اند؟ احنا قلنا الميديال بتكون لارج اند راوند، يبقى ده كده الميديال اند، يبقى انا كده احط هنا الميديال، يبقى دي كده اللاترال اند. ليه دي لاترال؟ عشان ديت الفلات. او تاني حاجه عندنا عاوزين نشوف الابر سيرفيس او السوبيرو سيرفيس والانفيرو سيرفيس، اعرفهم ازاي؟ انا قلت السوبيرو بيكون سموث، ده كده هل ده كده سموث؟ اه ده كده سموث، يبقى ده كده السوبيريور ايه سيرفيس، يبقى انا كده عرفت ايه السوبيريور سيرفيس. خلاص يبقى انا كده عرفت ان العظمه ديت دي كده الميديال بتاعها، وده كده اللاترال بتاعها، وده كده فوق من تحت، عرفت فوق من تحت وعرفت ميديال من اللاترال. فاضل اعرف الكيرفيتشر، اعرف قدام من ورا. انا قلت بتعرف قدام من ورا ازاي؟ عن طريق التو بارتس بتاعتنا. احنا قلنا ان الميديال تو ثيرد بيكونوا ايه؟ بيكونوا كونفكس انتيرولي، واللاترال وان ثيرد بيكونوا ايه؟ كونفكس بوستيرولي. يبقى ده كده عندنا ادي كده الميديال تو سيرد بتوعنا. ليه عرفت ان هم الميديال تو سيرد؟ عشان ده كده الميديال سايد، عشان ده كده اللي هي الميديال اند بتاعتنا، فاكيد دول الميديال تو سيرد. انا قلت الميديال تو سيرد بيكونوا ايه؟ كونفكس انتيرولي، يبقى ده كده دول هم الكونفكس انتيرولي، يبقى ده كده اللي هو قدام. واللاترال وان سيرد بيكونوا كونفكس ايه؟ بوستيرولي زي ما احنا شايفين. يبقى تخيل كده انت جيب العظمه ديت وحطها اكنك بتبص لواحد صاحبك كده، وده كده الميديال بتاع العظمه بتاعته، اكنك تبص على الكلافكل بتاعت واحد صاحبك، ولكن ده كده شخص صاحبك اهو. معلش عذرا على الرسم مش قد كده يعني في الرسم، اكنك بتبص على صاحبك ده، ودي كده الميديال بتبص على الكلافكل بتاعته اللي هي يا اما هنا يا اما هنا، ودي الميديال، ودي كده اللاترال، وده كده فوق، وده كده تحت، وده كده انتيرو، وده كده بوستيرو. فانت اكيد هتحطها هنا، هتحطها رايت ولا هتحطها ليفت؟ اكيد هتحطها على الليفت سايد، يبقى ده كده ايه؟ ليفت كلافيكل. تعالوا نشوف اكزامبل تاني. دي كده عندنا برضو دي كلافيكل، عرفنا اللي هي كلافيكل ليه؟ عشان طبعا ده شكل الكلافيكل. تعالوا بقى نعرف هي رايت ولا ليفت. دي رايت ولا ليفت ازاي؟ اول حاجه هنبص على التو اند، فين الميديال فيهم فين اللاترال؟ دي كده اللاترال اند. ليه عرفت اللي هي اللاترال اند؟ عشان ديت بتكون فلات مبططه، اما ديت كده الميديال اند بتحس اللي هي ايه يعني واخده شكل راوند شويه، يبقى دي كده الميديال اند ودي كده اللاترال اند. يبقى انا كده عرفت ميديال من اللاترال اللي هو التو اندز بتوعنا. تعالوا بقى نشوف التو سيرفيسز فين. هل ده كده السوبيرو سيرفيس ولا الانفيرو سيرفيس؟ بنعرفهم ازاي؟ انا قلت السوبيرو بيكون سموث والانفيرو بيكون رف. ده كده سموث ولا رف؟ ده كده رف. ليه رف؟ عندنا ده كده الامبريجن بتاع الكوستو كلافيكولار ليجامنت، وده عندنا الجروف بتاعنا بتاع الجروف بتاع السب كليفياس، وده هنا الفورامين الصغيره اللي احنا بنسميها نيوترانت فورامين، وكان هنا كده التيوبريكل اللي هو الاليفيشن الصغير خالص اللي بيبقى بنسميه كونيت تيوبريكل، وكان هنا كده اللاين اللي احنا بنسميه الترابيزويد لاين. دي كلها حاجات بتقول لك ان انت في الانفيريور سيرفيس. يبقى انا كده عرفت ده كده ان هو الانفيريور سيرفيس، وكده عرفت ان انا كده ميديال وكده لاترال وده انفيريور. فانا هروح اعمل ايه؟ هروح عادل ديت يعني ده كده الانفيريور، هروح قلبها عشان اشوف السوبيريور سيرفيس بتاعها. هتخيل يعني اللي انا بقلبها عشان ايه؟ اكن احطها في السوبيريور سيرفيس. لما اقلبها الاقي ده كده الانتيريور بوردر، وده كده البوستيريور ايه بوردر. بعد كده هبدا اشوف التو بارتس بتوعنا، هلاقي عند الميديال اللي عرفت ان ده الانتيريو وده البوستيريو، عشان الميديال تو سيرد بيكون كونفكس انتيرولي، واللاترال وان سيرد بيكون ايه؟ كونفكس بوستيريو. عشان كده عرفت ده الانتيريو وده البوستيريو، يبقى ده كده انتيريو وده كده بوستيريو، يبقى ده كده قدام وده كده ورا. وانا قلبتها
فخليت الانفيرور سيرفيس قلبت الانفيرور سيرفيس وده كده ميديال، يبقى دي انت هتحطها رايت ولا ليفت؟ يبقى انت كده هتتخيل هتروح انت جايب ده كده الميديال ده تروح حاطه هنا كده في الرايت، وكده اللاترال تروح حاطه هنا، وانت قلبتها فودي كده الامامي وده كده الخلفي، فانت لو تخيلت معايا هتكون هي في الرايت ايه صحيح، يبقى ده كده رايت ايه كلافيكل. الاسئله بقى اللي بتجي لك في العمل ازاي على البون، بيجيب لك البون يقول لك البون ديت رايت ولا رايت ولا ليفت، يقول لك النيم والسايد يعني اللي هو ايه، قول لي اسم العظمه، طبعا كلنا مش بنغلط في اسم العظمه اللي هي اسمها كلافيكل، ده سهل جدا. رايت ولا ليفت لازم بقى تحط الرولز دي معاك، يبقى انت كده معاك عرفت اللي هي، ده اول سؤال بيجي لك. تاني سؤال بقى بيروح جايب لك اي حاجه مثلا في الانفيرور سيرفيس، مثلا يروح جايب لك الامبريجن ده يقول لك ده اسمه ايه ومسؤول بيأتاتش في ايه، هتقول له مثلا ده اسمه امبريجن فور اتاتشمنت اوف كوستو كلافيكولار ليجمنت، تروح مثلا جايب لك الجروف ده تقول له ده سب كليفيس جروف بيعمل انسيرشن للسب كليفيس ماسل، يروح جايب لك اي حاجه مسؤول اي حاجة اي جزء موجود هنا، ممكن يجيب لك اللي هو الجزء ده اللي هو الكونويد توبريكل، هتقول له مسؤول، هيقول لك مسؤول عن ايه، هتقول له على الاتاتشمنت بتاع الكوراكو كلافيكولار ايه ليجامنت. ده كده الاسئله اللي بتبقى خاصه بجزء اللي هو عظمه الكلافيكل. فاضل لنا في الكلافيكل حاجتين بس بساط صغيرين جدا، اللي هو وظيفه الكلافيكل. يا ترى ايه وظيفه الكلافيكل؟ الكلافيكل هي اللي بتنقل وزن الابر لمب كامل، بتبدا تشيل الابر لمب كامل وتوديه للاكزل سكيلتون. هو الاكزل سكيلتون اللي هو الاسترنم الفيرتبرال كولم اللي هي عظمه الاسترنم عظمه القص، والفيرتبرال كولم اللي هو العمود الفقري، والريبس اللي هي الضلوع، ده كده بنسميه الاكزل سكيلتون. مين اللي بيوصل لي بقى الابر لمب بتاعي بالاكزل سكيلتون؟ هو عندنا الكلافيكل. يبقى ده اول وظيفه ليها. تاني وظيفه ليها ان انا هي بتخلي الابر لمب بتاعي فريلي موبايل. ازاي فريلي موبايل؟ بتخلي الابر لمب بتاعي فريلي موبايل ازاي؟ عشان بتخلي الابر لمب هو كده هنا بتخليه ماسك، بتخليه يمسك في الاكزيال سكيلتون عن طريق الكلافيكل دي اللي هي بتطلع الابر لمب لبره. يعني تخيل الكلافيكل دي لو مش موجوده الابر لمب بتاع ده كده هيروح يمسك في الاكزيال سكيلتون اللي هو الريبس والاسترنم، هيروح ماسك فيه كده على طول. فتخيل جبت لك الابر لمب ده يمسك هنا كده، هل الحركه بتاعته هيعرف يتحرك وياخد راحته في الحركه؟ لا طبعا، هيبقى ايه ليس موبايل. يبقى هو برضه بتخلي الابر لمب بتاعه فريلي موبايل، يتحرك بحريه وفي كل الاتجاهات. يبقى دي كده الوظيفتين بتوعنا. طب يا ترى ايه هو الابلايد اناتومي بتاع الكلافيكل؟ يعني ليه انا بدرس الكلافيكل؟ الكلافيكل هي اكتر عظمه ممكن يحصل لها فراكشر ويحصل لها كسر في الجسم كله، يبقى هي اكتر عظمه بتتكسر في الجسم كله هي الكلافيكل. ليه بتتكسر؟ عشان اي حد لما يجي يقع بيروح نازل على بطن ايده كده، بيروح نازل على بطن ايده، فما ينزل على بطن ايده طبعا هو كده اللي هو اصطدم امتص الصدمه في الابر لمب بتاعه. واحنا قلنا ولو زي ما انتم عارفين كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فتخيل كده كل القوه كلها هتتنقل على الكلافيكل. احنا قلنا الكلافيكل بتشيل الوزن بتاع الابر لمب، فكل الوزن القوه قوه الصدمه ديت هتتنقل على الكلافيكل. الكلافيكل لما تتنقل عليها الصدمه هتروح موصلها على الاسترنم، تقوم الاسترنم مرجعها تاني للكلافيكل، فتقوم ماشيه ماشيه ماشيه، هتروح انهي بقى انهي ويك بوينت، ايه هي اضعف نقطه في الكلافيكل؟ هي النقطه اللي بيتغير فيها الكيرفيتشر. يعني ده كان ماشي كده الميديال تو سيرد كونفكس انتيرولي واللاترال وان سيرد كونفكس بوستيرولي، ايه بقى البوينت اللي بيتغير فيها الكيرفيتشر؟ هنا كده كنت ماشي كونفكس، بعد كده رحت رايح عند لاترال وان سيرد، رحت عاكس الاتجاه خليته كونفكس بوستيرولي مش انتيرولي. عشان كده الويك بوينت هي از جنكشن بتوين الميديال تو سيرد واللاترال وان سيرد، دي بقى اللي بيحصل فيها فراكشن، هي فراكشر اللي بيحصل فيها كسر، هي البوينت ديت عشان هي الويك بوينت. يبقى هي الابلايد اناتومي ان بيحصل ديت الايزلي فراكشرد بون ان ذا هيومن بودي. ليه؟ بسبب الويك بوينت ديت اللي هي الميديال تو ثيرد واللاترال وان ثيرد ايه اوف ذا كلافيكل. كده خلصنا الحمد لله شرح البون بتاعه الكلافيكل، قلنا مقدمه كويسه جدا على الاناتومي بتاع الابر ليمب، عرفنا الاجزاء كلها بتاعه الابر ليمب، اتكلمنا عن الكلافيكل بشيء من التفصيل. حابب بقى اقول لكم نصيحتين كده قبل ما اقفل الريكورد، قبل ما اقفل التسجيل.
اول حاجه، اول نصيحه، ان الاناتومي بيتذاكر لازم تشوف صور كتير، مش بيتذاكر ان انت تفتح الكتاب وتقعد تقرا التكست اللي موجود وخلاص. تشوف صوره والتانيه والتالته وتبدا تدرب نفسك، وتشوف رايت ولا ليفت ديت تبدا برضو تتدرب عليها، وان شاء الله الموضوع هيكون بسيط. الموضوع الرخم في الاناتومي ان ممكن يكون في اسامي يعني تقيله شويه، بس بعدين صدقني بعد اسبوع او اسبوعين هتلاقي الدنيا سلسه معاك جدا ولطيفه وما فيهاش اي مشكله، وربنا يوفقك يا رب. وبس كده، ثانك يو.